نتمنى ده. على ذكر اعياد الميلاد هذه الايام، الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره في النادي الاهلي النهارده عيد ميلاده، كل سنه وانت طيب يا كابتن سيد، دايما موفق باذن الله. لكن حتى سيد كان عرضه للكلام الكتير، قال ايه؟ ريني فايلر المدير الفني طرد مدير الكوره من قاعه المجلس، من قاعه الجهاز ومن المحاضره، وان العلاقه بينهم فيها ضرب نار. تخيلوا، نشوف. شريف اكرامي واحمد وحسام عاشور و واسمه ايه محمد محمد، احنا في واحد ناشئ لسه طالع جديد النهارده فريق كامل. ده طالع يعني هربان من فرقه الناشئين. شاكرين يا رجاله. صوت طاب يا كابتن. اتكلم عليك بس ازاي يعني؟ يعني صورة تعبر عن ما حدش هياخد حد، حتى لو بيحتفل مع عيد ميلاده بالحضن وهو بيضحك وفي منتهى البشاشة هما الاثنين، إذا كان بينهم أي مشكلة يعني.